يعني اليوم الضفة الغربية شهدت العديد من الأحداث، ومنها مداهمات واعتقالات، ومنها مواجهات. مجموع من اعتقلوا في الساعات الماضية حسب هيئة شؤون الأسرى والمحررين في مداهمات مختلفة تركزت في قلقيلية، سلفيت، رام الله، أريحة، وجنين. 30 فلسطينيا، ليرتفع عدد من اعتقلوا منذ 7 أكتوبر إلى 4605 فلسطينيين. كان هناك مداهمات في قراوة بني حسان قضاء رام الله، هذه هي القرية التي داهمها الجيش الإسرائيلي، العشرات المنازل اقتحمها واعتقل منها عدد من الفلسطينيين. في الساعات الأولى للصباح صباح هذا اليوم كان هناك مواجهات في قرية دير نظام، أيضا قضاء رام الله، تم هناك اندلاع مواجهات واعتقالات أدت إلى إصابة فلسطينيين اثنين بينهم طفل، وهدم منزل منفذي أحد العمليات في عقربة جنوب نابلس. هذه كلها الأحداث. أيضا كان هناك اقتحام ل رام الله، وسط رام الله، قوة كبيرة من الجيش الإسرائيلي دهمت عدد من المنازل واعتقلت فلسطيني ليس بعيدا عن مقر الرئاسة الفلسطينية. هذا كله يعني يأتي ويدفع القيادة الفلسطينية إلى التحذير من أن ما تقوم به الحكومة الإسرائيلية برئاسة بنيامين نتنياهو هو محاولة خلخلة أي أسس نظامية أو سياسية أو أمنية تقوم عليها السلطة الفلسطينية من خلال هذه الاقتحامات التي تقوض عمل السلطة الفلسطينية، ومن خلال القول بأن لا سلطة على الأرض إلا للاحتلال، ومن خلال المداهمات التي باتت تتركز في مراكز المدن والتي تسيطر عليها السلطة الفلسطينية أمنيا وإداريا. ولا ننسى ما ذكره بيتسل إل سموتريتش من على تلة قريبة من رام الله عندما وصف السلطة الفلسطينية بأنها سلطة نازية تدعم الإرهاب، وتعهد وتوعد بأن لا يتم تحويل أي أموال إلى قطاع غزة، إلى جانب طبعا القول بأن رام الله ليست ببعيدة عن مستوطنة بسقوت التي كان يقف على أراضيها، والقول بأن قد يتكرر سيناريو 7 أكتوبر هنا في رام الله وفي المستوطنات المحيطة بها وفي كل المدن الفلسطينية، وفي ذلك تحريض حتى على الوجود الفلسطيني. هذا كله يعني دفع السلطة ودفع القيادة الفلسطينية إلى التوجه مرة أخرى إلى القيادة الأمريكية، إلى الإدارة الأمريكية، بضرورة أن يكون هناك يعني معالجة سياسية، قاعدة سياسية لحل ما يجري من نزيف دم سواء في قطاع غزة أو في الضفة الغربية.